وخلينا ندخل في موسيماني، ايه رايك فيه؟ والله يعني الفيرست امبريشن يعني او الانطباع الاول كويس كويس. يعني انا قلبي اتفتح له يعني. ده من خلال حديثه في الصحافه، من خلال الفيديوهات اللي نزلها، ولا تاريخه يعني؟ تاريخه طبعا هو مدرب. لا هو تاريخه ده يبقى شكل موضوعي. انت بقى احساسك نفسه اللي وصل. الفيرست امبريشن الانطباعات الاولى زي قلبك يعني. قلبك ان شاء الله تدوم. ان شاء الله تدوم يا كابتن. يعني ايه ليه بقى؟ ايه ليه يعني كده؟ ما الحاجات دي سلامه يعني، بالاحساس يعني، ما تتفصلش. لكن هو طبعا الواحد حتى الفيرست امبريشن ده والكلام ده غصب عنه بيبقى متاثر باللي سمعه عنه او اللي قراه. صحيح. ما مش هي حاجه غيبيه يعني. سي في بتاعه محترم جدا.